هذه زيارة ضرورية جدا، انه حتى لا ينحصر الدولار بمصرفين ولا ثلاث مصارف. تدري العراقيين اثناء العطل يحتاجون دولار حتى يسافرون، والدولة سامحة لكل مسافر 3000 دولار، فمن تنحصر بمصرفين ثلاثة والزخم اللي يصير عليها راح انت تساعد على موضوع الرشوة والناس تطيب رشاوي حتى تقدر تحصل على الدولار، مع العلم هو هذا حق من حقوقها. هذه الخطوة انا اعتبرها تصب في خدمة المواطن العراقي، واعتبرها فد شيء جديد، إضافة إلى أنه أكو مصارف تمتلك الدولار ولكن البعض منها لا يمتلك الدولار، فهذه الزيارة ربما تعزز من القدرة أو تنزيل أو نزول بعض من المبالغ اللي هي مترتبة على الدولار، لأنه دائما في صعود. الفرصة الأخيرة الآن اللي يحاول بها الأستاذ العلاق في داخل أمريكا، وهي أن إعادة التعامل مع بعض المصارف العراقية من أجل تحسين الدولار والسيطرة عليها. احنا نقول نتمنى إن شاء الله ينجح بهاي المهمة، ولكن احنا شفنا بمهمات أخرى حاول كثيرا وما سيطر على السوق، وحقيقة السوق العراقية متنوعة ومتعددة وتحتاج تعاون دولي وعراقي. حياكم الله. طفرات نوعية ومؤشرات بأرقام قياسية، تصريحات خيالية، أما الواقع فلا عصفور في اليد ولا عشرة حتى فوق الشجرة، مصارف تقصى وتحظر، منصات تحت السيطرة والهيمنة، أما الأموال فمحجورة في أروقة الفيدرالي الأمريكي، زيارة تلو الأخرى، وفود ومفاوضات ولا أي نتائج تذكر. فهل ستأتي زيارة العلاق المرتقبة بجديد؟ سؤال ينتظر إجابته المصارف المعاقبة وشارع العراقي، وحتى نحن في حصاد الأيام ننتظر الجواب، كالجواب الذي نبحث عنه في روايات عملية الأربعين. فما دمرته المقاومة من أهداف حيوية وحساسة في قلب الكيان، فندته بعض الجهات المبغضة والحاقدة، وبدل المواقع الاستراتيجية روجت لنظرية استهداف حقول الدجاج. فهل ما يقع تحت نيران حزب الله يستهدف مصالح مرتبطة بالصهاينة؟ هذا كله هو العد التنازلي للرد الإيراني، لم ينطلق بعد. فماذا إذا ضرب المعاقل؟ هل ستعدون رواية الاستهداف عش للدبابير مثلا؟ ملفنا الأول لهذا اليوم راح يكون عن الزيارة المرتقبة لمحافظ البنك المركزي علي العلاق إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث ملف المصارف العراقية المحظورة من التعامل بالدولار. محور حديثنا بهذا الملف راح يكون مع الخبير المالي والمصرفي الأستاذ عادل الدلفي. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق جابرييل سوما من الولايات المتحدة. حياك الله أستاذ جابرييل. مرحبا. أهلا. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ عادل، زيارة سابقة لم تخرج بأي نتائج. نعم. يعني ما الجديد في زيارة السيد العلاق إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، شكرا للاستضافة سيد فرح. الحقيقة هذه الزيارة جاءت لمتابعة تطورات التوصيات اللي صدرت خلال زيارة سابقة للسيد العلاق للولايات المتحدة الأمريكية واجتماعه مع وزارة الخزانة الأمريكية في تموز الماضي. خلال هذا الفترة كان يفترض أنه نقلل على أقل تقدير
من العقوبات اللي حثت على المصارف العراقية اللي كان بها مبالغة كبيرة جدا وقاسية بحق المصارف العراقية. ليش تصفها بالمبالغة الكبيرة جدا؟ ما كان يستوجب أن نبطش بالمصارف العراقية ونسمح للخزانة الأمريكية بفرض عقوبات تؤثر بالتالي على مصلحة المواطن. احنا بالعراق المتضرر من عندها المواطن، يعني العراقي الشعب المستهلك اللي راح يستخدم الدولار، التاجر البسيط بدءا من التجارة المتوسطة او الصغيرة الى الكبيرة، فهذه كلها راح تأثر على غلاء المعيشة، على ارتفاع الأسعار، على هواي امور استيرادية. شلون تقيم السياسة المصرفية والاقتصادية في العراق؟ السياسة المصرفية ناجحة جدا بالعراق، لكن بحاجة الى تقوينها او تحديثها وفق ما يدور في العالم من التكنولوجيا في البنوك الرقمية وتكنولوجيا العلوم المصرفية. احنا لحد الان ندور في سيستم قديم ويرادلنا بحاجة لتطور. عشان تصفها ناجحة، الولايات المتحدة يومية فارضة حظر على المصارف العراقية. الحظر اللي صار يعني هذا بجنبة سياسية من قبل الولايات المتحدة؟ نعم، اكو جنبة سياسية للولايات المتحدة الامريكية في انزال العقوبات على المصارف اولا، ثانيا هناك مؤسسات رقابية وشركات رقابة مصرفية امريكية بالعراق كانت تراقب أداء تلك المصارف. هذه المصارف قد يكون أخطأت في جانب معين أو تم تحويل عملات إلى دول أخرى معاقبة أمريكيا، فلذلك الفيدرالي الأمريكي منطى مجال أن تقوم أو تعدل من مسار تلك المصارف، مباشرة أصدر القرارات بمنحها. كم مصرف معاقب عندنا وشنو السبب الحقيقي؟ احنا عندنا هواية مصارف معاقبة بحدود 32 مصرف معاقب. عندنا هسه حوالي 40 مصرف غير معاقب يعني موجود بالعراق، لكن ما عنده حسابات مفتوحة في البنوك العالمية حتى يكون مرازم. يعني ماخذ حريته هاي المصارف الما معاقبة، ايضا ما ماخذ حريته. ما ماخذ حريته لانه ما عنده ما يفتحوا له حسابات في بنوك عالمية مثل جي بي مورغان او البنك البنوك الدولية اللي من خلالها يتم تكون مراسلة، يعني دويتش بانك، سيتي بانك. طيب أجد الترحيب بحضرتك أستاذ سوما. يعني أكثر من 32 مصرف عراقي معاقب، ممكن أفهم من حضرتك شنو سبب هذه العقوبات الأمريكية؟ البعض يصفها بأنها غير عادلة وبسبب الهيمنة الأمريكية، أريد أسمع وجهة نظرك سيد سوما. والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. هناك عقوبات اقتصادية على إيران، قسم من هذه العقوبات يعود إلى عام 1979. معظم رؤساء الولايات المتحدة أو كل رؤساء الولايات المتحدة احترموا هذا النظام، من بينهم الرئيس الحالي جو بايدن وكذلك الرئيس دونالد ترامب. هناك مصارف عراقية تستفيد من التعامل بالدولار ومع المصارف الأمريكية، ولكن في الوقت نفسه تهرب أموالاً، تهرب الدولار إلى إيران. قد يتم التهريب بواسطة الكاش، قد يتم التهريب بواسطة عقود مع شركات في تركيا مثلاً، عقود وهمية، تاجر يشتري كميات مثلا بقيمة $50 يقول أعطوني لائحة $100. وجد البنك المركزي الأمريكي بأن قسم من هذه المصارف العراقية تخالف قانون العقوبات الأمريكي، لذلك وضعوا عقوبات على هذه المصارف. وإلى أن تبدأ هذه المصارف بتصحيح هذا الوضع سوف تبقى العقوبات سارية، لأنه هذا ما يحصل في الوقت الحاضر يتعارض مع القوانين الأمريكية. طيب لماذا فقط المصارف العراقية؟ وهل عندكم حجج وأدلة على ما تفضلتم به؟ يعني أكو مصارف الإمارات جاي تتعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولم تفرض عقوبات على هذه المصارف. هناك عقوبات على كل مصرف يخالف القوانين الأمريكية،
عندما يقول القانون الأمريكي بأن البنوك العراقية ممنوع أن تتعامل مع إيران، يعني معناتها ممنوع أن تتعامل مع إيران. نعم. هناك استثناءات، استثناءات كما حصل في مسألة الكهرباء. الحكومة الأمريكية تقول للعراق بإمكانكم أن تدفعوا أموالاً لإيران بسبب استهلاككم للطاقة الإيرانية. فإذا القوانين الأمريكية هي التي تحدد أي البلاد التي يمكن أن تتعامل مع إيران. يعني حتى إذا في بنك صيني يتعامل مع العراق سوف يكون موضع عقوبات. أستاذ جابريان، حتى أفهم نقطة، يعني لطالما هنالك استثناءات، هذه الاستثناءات تحت الأمزجة الأمريكية، يعني لماذا لا يكون هنالك منصة مع الجانب الإيراني لاستيراد البضائع وبالتالي دفع بالدولار ويكون بإشراف البنك الفيدرالي؟ طيب أنت تتساءل عن أنه الدولار أين يذهب؟ طيب ما هذه عمليات التهريب ستتوقف إذا ما كان البنك مشرفا على هذه المنصة وعمليات تكون أمام أنظاركم. الودائع الموجودة في الخزانة الأمريكية في البنك المركزي الأمريكي، الودائع العراقية موجودة في الولايات المتحدة، وأمريكا تحترم هذه الودائع وتحافظ عليها من أي مسائل قضائية قد تقوم بها دول ضد الحكومة العراقية. كما تعلمين العراق في عهد صدام حسين احتل الكويت وتسبب بأضرار مالية كبيرة لعدد من الدول. يعني أستاذ جابريال، الولايات المتحدة الراعي الرسمي لحقوق العراقيين، يعني هكذا أفهم من كلامك؟ لم تجبني على سؤال المنصة لو سمحت. لما أريد القصد منه أنه الأموال العراقية الموجودة في أمريكا هي أموال في أمانة، يعني محفوظة في الولايات المتحدة كأمانة وهي بتصرف الحكومة العراقية. سيد جابريال، هل تمثل الولايات المتحدة أباً للعراق حتى تحفظ أمانته؟ المسألة تتعارض مع القانون الأمريكي. هل تمثل الولايات المتحدة أباً؟ العراق بلد ذو سيادة، الولايات المتحدة ليست أباً للعراق حتى يحافظ على أمواله أو يتدخل في قراراته. يعني من نصبكم؟ من أعطاكم هذا الحق أستاذ جابريال؟ سيدتي، معظم دول العالم عند أموال مؤمنة في الولايات المتحدة، مش بس العراق. إذا بتروحي إلى نعم، سأرجع لك أستاذ جابريال. نعم أستاذ، خلينا نجاوب، أريد أجاوب. تفضل تفضل. والآن في أمان. أي نعم. ليش ما بتقول؟ طيب أستاذ جابريال، ليش ما بتقول بروسيا؟ أي نعم، يعني أنه تقصد هنالك أموال مضمونة عند الولايات المتحدة والولايات المتحدة تحافظ عليها. نقطة رأس سطر. أنتقل لأستاذ عادل لأنه لديه تعليق على ما تفضلت به. نعم، إحنا عندنا حجم تعامل مع الجارة إيران بحدود 14 مليار دولار سنويا. لو قسمت هذه يا سيد جابريال ال 14 مليار دولار على مدة 250 يوم عمل المزاد العملة، راح يكون عندنا الناتج 50 مليون دولار يوميا محتاجين إلى استيراد مواد من دولة جارة لنا. احنا مدى نستورد مواد ممنوعة، لا أسلحة لا كيمياوي لا مخالفة ولا محظورة عالميا. الاستيرادات اللي قاعد تحدث بالعراق نتيجة قلة الصناعات اللي موجودة، نتيجة قلة الزراعة اللي موجودة، المياه اللي مقطوعة عن العراق من تركيا، هاي كلها جبرت العراق أنه يتجه باتجاه يستورد من إيران. عليه إحنا يوميا مدروز من عندنا 50 مليون دولار. لماذا لا تفكر الخزانة الأمريكية بفتح منصة أسوة بالغاز، أسوة بالخليج اللي يتعاملون مع إيران باستثناء خاص للمواد الغذائية حتى نخلص بعد ما نشتري من السوق الموازية، وبالتالي راح يرتفع قيمة الدولار والدينار العراقي ينهار واقتصاد العراق راح يتأثر نتيجة قرار بسيط من عندكم. هاي أولا. لحظة، هو من مصلحة أمريكا تسوي هالمنصة؟ لو لازم تبقى لاوية ذراع العراق وغيرها. لازم. لا، المشكلة القرار اللي يتحدث عنه سيد جابريال صدر عام 2004، القرار هو 1-3-3-0-3. هذا القرار أصدر بوش الابن الرئيس الأمريكي السابق
بمنح العراق فتح حصانة دبلوماسية أو حصانة على الأموال مالته، حتى الدول اللي الدائنة ما تطلب ما تطالب بالفلوس وبالتالي تحجز أموال للنفط العراقي. إحنا الحقيقة يا سيد جابريال لحد الآن ما شفنا دعاوى علينا جتي على العراق حتى نعرف شقد قيمة المديونية، ولا وزارتنا وزارة التخطيط العراقية أو وزارات العراقية الأخرى حددت قيمة المديونية العراقية لأي دولة كانت. ليش الوزارات ما حددت قيمة المديونية؟ هاي مشكلتنا إحنا، هاي السياسة النقدية مالتنا المفروض هي اللي تعدلها. أستاذ عادل، يعني السيد علي العلاق يذهب إلى الولايات المتحدة، إذا كانت ماكو هذه الخطط وهذه الأجندات موجودة من سيضعها؟ يعني من سيدافع عن حقوق العراقيين؟ طالبنا الحكومة أكثر من مرة وطرحنا انه يجب تحديد حجم المديونيه، خلينا نعرف احنا من يطلبنا ست فرح، هاي اولا. ثانيا احنا خلينا نسوي حل هسه، حتى لو اكو هناك من يطلب العراق مديونيه معينه خلينا نحاوره ونسوي تسويه بمبالغ رمزيه بسيطه ممكن ان نقضي هذا الملف ونغطي. شنو لازم العراقيين استاذ عادل؟ نعم، صار سنين شنو لازمهم؟ ما سووها. ليش؟ ما هاي السياسه النقديه العراقيه اللي هي البنك المركزي العراقي، هاي مهمته الاساسيه انه يجب انه يطلع ايش قد احنا مطلوبين ومن يطلبنا، تعالوا خلينا نشوفكم انتم ايش قد تطلبونه، هاكم هاي مبالغ بسيطه ونسوي تسويه. بعدين هاي الديون، انا اذكر السيد جابريال روسيا القيصريه عندما انتهت في 2017 كانت مطلوبه مبالغ خرافيه، ما انطت دينار للاتحاد السوفيتي، الكل دول بالاخص الدول الغربيه بما فيهم فرنسا ما انطاهم دينار، قال انا ما مسؤول عن ديون القيصر، قيصر أخذها هو إلى نفسه، اشتغل بيها روحه أكل بيها. لأن روسيا طالبت بهذا الموضوع. منو من حكومتك العراقية طالب بهذا الموضوع؟ إحنا المفروض بزمن بريمر كان نعلي سقف مطالبنا من بريمر، وبالتالي كان بريمر في ذاك الوقت يقيله. هسه دعنا من الجانب الإيراني، خلينا نتحدث عن التعاقدات وتعاملات المصرفية مع الصين. جي بي مورغان تقدر أنت اليوم تستورد من الصين لو إلا عن طريق جي بي مورغان؟ ما ممكن، لازم عن طريق جي بي مورغان. لعدها رجعنا لنفس النقطة أستاذ عادل، حتى لغى القرار مال الرومبي ممنوع الاستيراد باليوان. طيب، إذا الأسئلة التي تفضل بها ضيفي الأستاذ عادل لك سيد جابريال بماذا تجيب؟ العراق بإمكانه أن يتعامل مع أي دولة، أن يستورد من الصين، أن يستورد من أي بلد طالما أن هذا البلد ليست لديه عقوبات أمريكية على ذلك البلد. ولكن الولايات المتحدة معاقبة كل الدول يا أستاذ جابريال، أنتوا فرضتوا علينا التعاقد مع جي بي مورغان، شلون لنا الحرية وأنتوا فرضتوا علينا أن نتعامل مع جي بي مورغان لتمويل الاستيراد من الصين؟ المشكلة أنه إيران هي على الحدود مع العراق، وأكثر بلد يتعامل معه العراق هي إيران لأنه على الحدود معه، يعني نفهم ذلك جيداً. ولكن بما أن إيران عليها عقوبات اقتصادية، هذه العقوبات تطال أي بنك أو أي مؤسسة تجارية تتعامل مع إيران باستثناء المواد الضرورية، مثلا فيها تتعامل بالمواد الغذائية، فيها تتعامل بالأدوية، هناك استثناءات لهذه العقوبات. مثلا الكهرباء استثناء، يعني العراق تجيء الكهرباء من إيران، لا يوجد عقوبات عليها، وبالفعل في الآونة الأخيرة كان العراق مديونة لإيران بمليارات الدولارات، الولايات المتحدة سمحت للعراق بدفع هذه الأموال. سؤالي لحضرتك، يعني هذا السؤال تكرر، ماذا يريد الفدرالي الأمريكي من العراق؟ ولم تجبني عن سؤال المنصة، ولم تجب ضيف الكريم عن سؤال المنصة، لماذا لا تكون هنالك منصة تحت مراقبة البنك المركزي؟ لماذا هذه المماطلة حتى تبقى السيطرة الأمريكية أستاذ جابريال؟ والعراق يتعامل مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، مثل البنك الدولي، ولكن حتى هذه البنوك والمؤسسات الدولية أكبر مساهمين فيها هي الولايات المتحدة. إذا يعني إذا أرادت العراق أن تتعامل أو أي بلد آخر أن يتعامل بالدولار مع أي مصرف، عليه أن يتبع أن لا يتعارض
هذا مع قرار ايضا لم تجبني على سؤالي استاذ جابرييل. العقوبات الاقتصاديه، نعم. انا اسالك بشكل واضح ومباشر، نعم، هذه كلها واضحه، حتى روسيا، حتى اي دوله بالعالم، طيب. تتعامل وتخالف القوانين الامريكيه سوف لو سمحت يضع لي البنك المركزي عقوبات، نعم. اقتصاديه عليها. الولايات المتحده اعطت حلول لبعض الدول، وكانت من ضمن الحل توجد منصة، يعني قلت أنه هنالك استثناءات. طيب لماذا لا تجبني على سؤالي بالتحديد أستاذ جابرييل؟ لماذا يراد للعراق أن يبقى تحت الهيمنة الأمريكية؟ سؤالي واضح لحضرتك، قلت أن هنالك استثناءات، لماذا لا تكون هنالك منصة للتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت أنظار البنك الفيدرالي الأمريكي؟ سؤال واضح جدا وأحتاج منك إجابة واضحة. واضح جدا، لأن هناك عقوبات اقتصادية على إيران. إيران يعني أنتم محظوظين كثير لأنه الرئيس بايدن في البيت الأبيض، لأنه لو كان الرئيس ترامب موجود بالبيت الأبيض كان وضع إيران في صندوق لن تتمكن من الخلاص منه، لأنه بايدن سمح لإيران بأن تصدر النفط. أستاذ هذا تهديد على لي لإيران، ملايين برميل من النفط. طيب هذا تهديد على لي لإيران، طيب هذا تهديد علني. ما الولايات الأبيض سوف يمنع إيران من تصدير برميل واحد من النفط؟ هذا الكلام سمعناه سابقا من الرئيس الأمريكي ترامب. بايدن بالبيت الأبيض لأنه طيب يعني أعطاكم سمح لكم بأن تتعاملوا مع إيران. الرئيس ترامب سوف يمنع حتى هذه المعاملات. يعني أستاذ جابرييل هذا لم أفهمه، هذا تهديد أو وعيد أو ماذا؟ يعني اليوم ترامب مرشح للرئاسة الأمريكية، إذا رجع أفهم من كلام حضرتك راح تزداد العقوبات على العراق وإيران لم تسمحوا بتصدير برميل واحد من النفط، هذا ما أفهمه من كلامك؟ سوف يضع عقوبات على إيران مش على العراق، وسوف يمنع العراق من مخالفة قانون العقوبات الأمريكي، ولكن على إيران لن يسمح لها بتصدير برميل واحد من النفط، لأنه يريد ترامب بعودة إيران إلى صندوق مغلق. يعني أستاذ راح أرجع لنفس السؤال منه. اليوم عندنا أكثر من 32 مصرف معاقب و42 مصرف ما يتمتع بالحرية، إذا ما إجى ترامب كم مصرف سيعاقب؟ هذا اللي أريد أفتهمه من حضرتك فيما يتعلق بالعراق. ترامب لن يغير القوانين الأمريكية. يا ربي أدري لم يغير القوانين الأمريكية. الإيرانية. نعم. هناك مصارف عراقية. لم تجبني. هل سيزداد الحظر على المصارف العراقية؟ يطلب أموالاً من الولايات المتحدة. هل سيزداد الحظر على المصارف العراقية؟ له 200 مليون دولار. نعم أستاذ جابرييل. أستاذ جابرييل أنت تفترض. البنوك المحلية العراقية. أنت الآن تفترض. بنوك تحصل على هذا الأموال وتعطيه لإيران. أنت تفترض أستاذ جابرييل كل ما تتفضل به هو افتراض، أنت الآن تفترض أن ترامب سيكون رئيسا للولايات المتحدة، لكن لم تجبني، إذا ما كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة هل سيفرض عقوبات على مصارف عراقية أكثر من الـ 32 بنعم أو لا؟ إذا وجد بأن هناك مصارف تخالف القانون الأمريكي سوف يضع عقوبات. نعم. إذا لم يجد مصارف تعارض القانون الأمريكي لن يضع عقوبات. أستاذ عادل شنو تعليقك؟ سمعت أنه هنالك تهديد، نعم. وإذا ما صعد الرئيس الأمريكي ترامب سيفرض عقوبات، وممكن الـ 32 يصيرون أكثر من هذا العدد. نعم، هو سيد جابرييل فاته أنه إحنا مجبرين أنه نتعامل مع إيران بخمسين مليون دولار يوميا، يعني 50 مليون دولار مجبرين التجار العراقيين يشترون من السوق الموازي حتى يستوردون بها من إيران، والحكومة الأمريكية ما تعطينا لا منصة ولا استثناء، وتنطي لدول مرتاحة اقتصاديا وعد انتعاش اقتصادي مثل دبي مثل قطر كل الدول اللي تستورد من إيران منطيها. هاي وحدة. اثنين، فيما إذا أجى ترامب للحكم احنا ما هي معاقبة من 79 إيران، من 79 هي معاقبة، ايش راح يسوي لها اكثر؟ وحاليا عقوبات عليها موجودة. احنا شنو ذنبنا احنا كعراق؟ احنا دا نستورد ودا نقول لكم يا امريكا يا سيد جابرييل احنا يوميا مطلوب من عندنا 50 مليون دولار لشراء مواد غذائية ومواد عينية، يعني ما ممنوعة. لماذا لم تعطونا استثناءات؟ هل ليش؟ الامريكان سبب بعدم استقرار سوق العملة في العراق؟ نعم بالتأكيد، لانه القرار مو اقتصادي، القرار بجنبه سياسيه، فلذلك راح تبقى العقوبات علينا. فيما اذا هاي السفره الاخيره
ما اتخذ بها البنك المركزي قرارات حقيقيه لرفع شنو هي القرارات الحقيقيه استاذ؟ احنا نسمع قرارات حقيقيه والامور كلها راح تتبدل ولا نرى شيئا جديد. رفع العقوبات اذا منح رجل الخزانه الامريكيه والبترول الامريكي. اليوم الولايات المتحده تمارس اوراق ضغط اقتصاديه على العراق، العراق ماذا لديه أكو من أكو اوراق وسائل. ضغط؟ اكو انضمامنا الى بريكس. اذا انضمينا الدول بريكس ونبيع النفط خارج الدولار، ما عملتها هسه بعض الدول الخليجيه تعمل بها. فلذلك احنا نخليهم في زاويه حرجه ونقدر نسيطر على. ليش احنا نبيع النفط؟ ابيع لسنغافوره، ابيع للهند، تروح فلوسها لامريكا وامريكا ما تعطيني. زين اذا هسه راحت هذه الحظر على البنوك، عمليات التهريب راح تقل؟ راح تقل بحاله واحده. هو شنو التهريب؟ ارجو من السيد جابريال ان يركز، شنو التهريب اللي يصير عندنا وشنو اللي يخلي الدولار يرتفع عندنا؟ شيء واحد، عمليات الاستيراد من دوله مالريوض من عندنا يوميا 50 مليون دولار. طيب اذا استاذ جابرييل، العراق مضطر للتعامل مع ايران اقتصاديا، يعني يقول لك سيد عادل انه نحن مضطرين لاستيراد 50 مليون يوميا من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. طيب لماذا لا توفر حلول؟ الولايات المتحده اليوم تعجز العراق لكنها لا توفر الحلول، شنو الحلول من وجهه نظرك؟ والولايات المتحده تعطي لايران للعراق كل يوم 200 مليون دولار. هذا ما يطلبه العراق، لأنه الأموال النفط الموجودة في الخزانة الأمريكية هي أموال عراقية نتيجة لبيع النفط. عادة يعني تطلب حوالي 200 مليون دولار من الولايات المتحدة، أمريكا تعطيها المبلغ، ولكن القانون الأمريكي يمنع من العراق أو من أي بلد آخر. يعني أستاذ جابرييل حتى أفهم، هذا تفضل من الجانب الأمريكي بإعطاء 200 مليون دولار للعراق؟ يعني المفروض نقول شكرا للولايات المتحده، هي مو فلوس نفطنا؟ نو، هاي اموال عراقيه موجوده ببنك امريكي بالبنك انت المركزي. انت تقول اموال عراقيه، اذا هذه اموالنا. اذا قالت بدنا 300 مليون بيعطون 300 مليون، اذا قالت بدنا، بس عاده تطلب الحكومه العراقيه 200 مليون، خليها تطلب 300 مليون، خليها تطلب 400 مليون، الاموال هي اموال عراقيه مودعه بالبنك المركزي. زين استاذ جابرييل، هذه الزياره البنك المركزي حتى استثمر معك الوقت استاذ جابرييل. نعم، العراق اذا اليوم وضع امواله ليش ما بيضعهم في الصين؟ اليوم العراق اذا او في اي اليوم العراق السيد علي العلاق اذا جلس في واشنطن وطلب من الولايات المتحدة. استاذ جابرييل لو سمحت لي، استاذ جابرييل لو سمحت لي نعم، لو جاء السيد علي العلاق إلى الولايات المتحدة، جلس في واشنطن وطلب رفع هذه الأموال من 200 إلى 300 إلى 400 إلى 500، الولايات المتحدة راح تتعامل بمزاجية كما هي العادة لو راح توافقون على طلب السيد العلاق؟ قانون العقوبات ضد إيران بيقدر يأخذ كل الأموال. يعني أهم شيء ليست لإيران اليوم المشكلة شخصية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ لم يجبني على سؤالي، يعني على ما يبدو السكايب سيحاول الأخوة إعادة الاتصال بالسيف. شنو رأيك؟ فلوسنا ما نقدر ناخذ 200، ما نقدر ناخذ 300، ما نقدر ناخذ 400، العراق حاليا ورقة ضغط على إيران؟ طبعا. يعني هي كل مشكلة السيد جابرييل اليوم عن تعاملنا ويا إيران، مع أنه نحن مضطرين للتعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. شنو الحل؟ هو تحدث جابرييل قبل قليل، قال احنا نحمي فلوسكم، خليها يمنا حتى نحميها من الدائنين اللي ياخذوها منكم. زين. بقرارات امميه وقرارات دوليه وكذا. احنا هسه نريد نعرف حجم الدين مالنا ايش قد. اي هاي مشكله حكومه يا استاذ عادل. سؤالي لك، السيد علي العلاق سيقوم بدور مميز في هذه الزياره؟ راح نقدر ناخذ حقنا من الامريكان لو لا؟ احنا نأمل انه يقدر. غير النأمل استاذ، غير النأمل، احنا تأملنا هوايه، احنا نشكو دائما من الوفد التفاوضي، دائما نقول المفاوض العراقي ليس قوي، هذه المشكله انحلت لو لا؟ لا ما انحلت، ما عندنا مفاوض قوي، احنا في كل مفاوضاتنا خصوصا مع الخزانه الامريكيه والفدرالية ما عندنا مفاوض قوي. مو شوفها شويه غريبه ما عندنا مفاوض؟ خاف احنا عندنا مفاوض قوي لكن يوم لا عليه. لا 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 لا، يعني هسه انتم كخبراء اقتصاديين ومصرفيين ما عندكم حلول؟ اذا المفاوض العراقي تملى عليه استاذ عادل؟ سيدتي نعطي حلول
ونقول لهم ترى احنا لازم نشكلون وفد. اذا البنك المركزي يسمع منكم هسه تطون حلول، يسمع منكم البنك المركزي؟ ما يسمع، ما ياخذ بيها، ما ياخذ يسمع لكن ما ياخذ بيها. طيب ب 30 ثانيه استاذ سومه، نعم، هل امريكا مستمره باستخدام العراق ورقه ضغط على ايران؟ نو، امريكا تستعمل دول العالم كلها للضغط على ايران. اي مصرف عالمي شكرا جزيلا مع ايران، نعم، سوف يكون موضوع وضحت الفكره. اذا مشكلتك استاذ جابرييل مع الجمهوريه ومشكله الولايات المتحده مع ايران على وجه التحديد، وهذا بعيد عن الاقتصاد وعن لغه الاقتصاد، اذا هي مشكله سياسيه. شكرا جزيلا عضو المجلس الاستشاري للرئيس الامريكي السابق جابرييل سوما، حياك الله شكرا جزيلا. الخبير المالي والمصرف الاستاذ عادل الدلفي، حياك الله شكرا جزيلا. اذا ملفنا الثاني راح يكون عن عمليه الأربعين التي نفذتها المقاومه الإسلامية في لبنان ضد أهداف مهمة وحيوية في قلب الكيان. رح نفتحها وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. في ساعات الفجر الأولى حزب الله اللبناني يطلق المرحلة الأولى من الردة على اغتيال الشهيد فؤاد شكر بوابل من الصواريخ والمسيرات استهدفت العمق الإسرائيلي 11 قاعدة عسكرية صهيونية تم استهدافها بصورة دقيقة لتغطي النيران مساحة كبيرة من شمال فلسطين المحتلة. الرد من قبل حزب الله على الهجمات الإسرائيلية كان رد قوي وحاسم وحقق ما مطلوب منه. ورد حزب الله بالتأكيد أنه هذه ليست الضربة الأولى ولن تكون الأخيرة ما دام هنالك يعني تمادي من قبل الجانب الإسرائيلي في موضوع أنه الشعب الفلسطيني وبقية الشعوب الأخرى المقاومة والمطالبة بالحرية والسلام. إسراب المسيرات الانقضاضية اخترقت القبب الحديدية وأخرى دخلت أكثر من محور لتحقق أهدافها المرسومة بالوقت الذي يعلن فيه إعلام الكيان الصهيوني صد الهجوم، لكن حزب الله اللبناني في تلك الادعاءات الإعلامية الإسرائيلية بإحباط عملياته العسكرية مؤكدا أنها تتنافى مع وقائع الميدان. الإعلام الصهيوني دائما يقللون من شأن الضربة، للعلم أنه الضربة كانت ضربة مركزة قوية جدا، وأي دولة حتى لو صدون 90% من الصواريخ ومن الضربة اللي موجودة لكن 10% مؤثرة. ويرى مختصون هذا العدد الكبير من الصواريخ إلهاء لمنظومة القبة الحديدية والدفاع الجوي الصهيوني من أجل فتح المجال أمام المسيرات التي انطلقت نحو الأهداف التي أكد حزب الله إنه استهدفها في العمق الإسرائيلي. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع الباحث في الشأن السياسي مؤيد العلي، حياك الله استاذ. حياكم الله، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كما ارحب كل الترحيب عبر سكايب من بيروت بالباحث والاكاديمي الدكتور نبيل سرور، حياك الله استاذ نبيل. حياك الله. اهلا وسهلا. ابدا معك استاذ مؤيد، كيف يمكن ان نصف عمليه الأربعين؟ وصفها حزب الله بانها نوعيه واستهدفت مواقع حساسه جدا في الكيان الصهيوني. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم سيد فرح وإلى الضيف العزيز وإلى أكاد ومشاهدي قناة الأيام. يقينا يعني هذه العملية كانت عملية نوعية بكل ما تعنيه هذه الكلمة، غيرت كل التوقعات، يعني أن تكون العملية في صباح يوم الأربعين هذا أيضا كان يحمل دلالات مهمة جدا بالنسبة لكل الداخل محور المقاومة ولأعداء محور المقاومة. العملية أثبتت بشكل كبير وحقيقي أن حزب الله ما زال يمتلك القدرة الكبيرة والنوعية على التحكم بمجريات الأحداث وأن يلحق أضرار كاملة وكبيرة جدا في أهداف مرسومة وأهداف نوعية. ما حدث من استهداف جغرافية الأهداف التي كانت متنوعة ومختلفة، وحتى البيت الأبيض قال ما شهدناه كان هجوما كبيرا ومختلفا عما كنا نراه يوميا، لكن الكيان لا زال ينفي هذه العملية ويقول يعني أنها كانت عملية لاستهداف حقول الدجاج.
هذا الكذب الواضح والافتراءات التي يقوم بها الكيان الغاصب، لانه لم يستطع ان يرد، يعني استطاع ان حزب الله ان يجعل الكيان الغاصب امام في زاويه حرجه وان يبتلع هذه الضربه التي كانت عباره عن عمليه مركبه، هجوم بصواريخ الكوتيوشي ما يقارب 340 صاروخ، وبعد ذلك بمسيرات انقضاضيه لاهداف نوعيه، خصوصا القاعده التي تعتبر ويسميها الباحثين في الداخل الاسرائيلي انها مصنع الالعاب الاستخباراتيه للكيان الغاصب. ما ضرب في هذه القاعده التي تبعد ما يقارب شيء يعني بسيط جدا ضمن ضواحي تل ابيب ما يقارب الكيلو والنصف، تعتبر يعني ضربه نوعيه وهدف نوعي لم يكشف عنه حزب الله الا في هذه الضربه، ايضا تمثل فشل استخباراتي للجانب الاسرائيلي لم يستطع ان يخفي هذه الضربات وهذه الاهداف لحزب الله. طيب هسه اذا صدقت الروايه الصهيونيه بان حزب الله لن يقوم باستهداف هذه المناطق، هل نفهم أن الكيان سيبتلع هذه الضربات برحاب الصدر ويقول لها هي ضربوا حزب الله حقول دجاج وانتهى الموضوع؟ يعني لو كان يقول أنه فعلا حقول دجاج فليصور هذه الحقول وليعطي كم دجاجة راح الضحية لهذه الضربة. هناك يعني يوم أمس صدرت تعليمات صارمة في تل أبيب لكل الأجهزة الأمنية والإعلامية أن لا تصرح عن الأضرار الناجمة لأي ضربة لحزب الله. هذا ما يدل على أن الضربة كانت ضربة نوعية وضربة ألحقت ضررا كبيرا في كل الأهداف المرسومة التي ضربها. كيف سيفهم الكيان الصهيوني هذه الرسالة؟ يعني هذه أكو رسالة موجعة واضحة، سنستهدفكم في العمق الإسرائيلي وهذه ضربة نوعية بما تحمل الكلمة من معنى. اولا الرساله الاولى لحزب الله عندما استخدم هذه الصواريخ، وحتى سماحه السيد حسن نصر الله لم تستخدم كل الاسلحه الاستراتيجيه، يعني وهنا نقصد بها الصواريخ البالستيه، ايضا طبيعه الخطه التي استخدمت، التوقيت بين المسيرات بين الصواريخ التي اطلقت وبين المسيرات الانقضاضيه التي استطاعت ان تهزم وان تخادع القبه الحديديه. اسرائيل اعترفت قبل ايام انها استلمت الشاحنه او الجسر الجوي 500 طائرة للجسر الجوي الذي منذ بداية طوفان الأقصى بين أمريكا وإسرائيل، وتجهيزها بأحدث المعدات التقنية واللوجستية والرادارات، إضافة الأقمار الصناعية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية وحلف الناتو، كلها لم تستطع أن تكتشف هذه الضربات وتوقف الضربات بشكل أو آخر. فبالتالي الكيان اليوم في أزمة عميقة، فشل استخباراتي جديد، معادلة الردع تغيرت في المنطقة، حزب الله أثبت للجميع للأعداء وللأصدقاء أنه ما زال قوي، وإن قتل أو استشهد قيادي كما استشهد السيد فؤاد شكر، بالتالي قادر المقاومة اللبنانية والمقاومة بشكل عام على إنتاج المئات من القادة. وذلك عندما سنتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل، ولكن أسمح لي أن أرحب مرة أخرى بالدكتور نبيل. دكتور نبيل، بعد هجوم حزب الله ظهرت لنا روايتين، الأولى تقول بأن جيش الكيان أصلا أحبط هذا الهجوم بضربات استباقية، والرواية الثانية قال عنها أن حزب الله استهدف حقول الدجاج. بماذا تقرأ هذا الوضع دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مجددا أقدم بالتحية لك ومن ضيفك الكريم ومن حياتي قناة أيام. طبعا الهجوم الذي نفذه حزب الله بالأمس كان هجوما نوعيا بامتياز، بمعنى أن هذا الهجوم كان مخططا له وبلغ الأهداف التي قصدها بشكل احترافي. طبعا أنا بكل صراحة كنت في جنوب لبنان بالأمس، العدو الإسرائيلي قصف الكثير من الوديان والجبال والهضاب في جنوب لبنان ربما قبل دقائق من بداية الهجوم، ولكن كما تفضل سماحة السيد نصر الله الصواريخ بلغت أهدافها، هي ربما كانت عامل إلهاء للقبة الحديدية أو ما يعرف بمخلاع داود أو بالقبة الحديدية، وبالتالي انطلقت المسيرات لتصيب حوالي 12 قاعدة ومركز عسكري إسرائيلي، ومن ثم استهدفت المنشأتان اللتان تم استهدافهما، وهما منشأتان ذات طابع استخباري استعلامي وربما كانت من أهم المراكز الاستخبارية على مستوى الشرق الأوسط. إذن العدو الإسرائيلي من خلال ما قاله بأنه قام بعملية استباقية كان هذا في سبيل ضر الرماد بالعيون، ولكن على المستوى الواقعي والميداني، وأنا أتحدث يعني أنا ابن هذه الساحة، بكل صراحة العدو الإسرائيلي أصيب منه مقتل في هذا المجال. كما تفضل ضيفك الكريم، عناصر ردع عارض وتحققت،
نقاط الردع عادت وتم إحياؤها من جديد، والعدو صار يحسب ألف حساب قبل القيام بأي رد. إذن نحن أمام معادلة جديدة، المقاومة ربحت فيها بالنقاط، العدو الإسرائيلي لازال حتى الآن يتكتم عن طبيعة الاستهدافات وعن طبيعة الإصابات، وهناك كلام ربما أخذ منحى يخرج إلى العلن عن إصابة قائد كبير لوحدة 8200 المولجة بالأبعاد العسكرية والاستخبارية والسيبرانية في هذه المنشأة الحيوية التي تم استهدافها. نعم دكتور نبيل، بصراحة أنتم وضيف الكريم ذكرتم بأن هنالك معادلة رداء جديدة في المنطقة، إلى أين ستؤول الأمور من وجهة نظرك؟ يعني اليوم كل السيناريوهات مفتوحة، كل الأمور واردة ومتوقعة، لكن بهذه المعطيات إلى أين نحن ذاهبون بالضبط؟ بكل صراحة سيدتي الكريمة، و يعني نحن في منبر بالفعل محترم وموضوعي، أقول لك أولا أمر أساسي أن هذا العدو بالفعل هو عدو خادع مكار، ربما يستهدف في أي لحظة أي مكان في العمق اللبناني. الأمر الآخر هو هذا التحشيد الأمريكي والغربي لصالح هذا العدو، وكما تفضل الضيف الكريم كان اليوم الرحلة رقم 500 في الجسر الجوي المبني، هناك قنابل ربما تزن الواحدة منها حوالي 2000 رتل، كل هذا بالفعل يضرب به داخل غزة والآن في جنوب لبنان. أعتقد بأن المشكلة هي مشكلة عقلية إسرائيلية استعلائية تريد أن تسيطر على كل شيء، هذه العقلية لم تتعلم من التجارب السابقة ومن الإخفاقات السابقة ومن ردود المقاومة. بكل صراحة أقول وبكل موضوعية أننا في لبنان نتوقع أي شيء من هذا العدو، ربما يغدر في أي ساعة، ربما يجر الأمريكي. لكن بالمقابل دكتور نبيل، بالمقابل أيضا الكيان الصهيوني يتوقع كل شيء من حزب الله اللبناني. طبعا حزب الله الآن يأخذ بعين الاعتبار كل الاعتبارات، هو يدرس كل السيناريوهات، هو مستعد لكافة الاحتمالات، وأعتقد بأنه كما قال الإمام علي عليه السلام من نام لم ينم عنه، العدو كما قلت غادر وماكر وممكن أن يغدر في أي لحظة، وبالتالي وبكل صراحة الساحة اللبنانية تختزن تحديات كبيرة، وأقول وبكل موضوعية علينا أن نستعد لكافة الاحتمالات مع هذا العدو. نعم. وربما الأيام القادمة قد تكون حبلة بالأحداث التي لا سمح الله قد تكون كما قلت مفتوحة على احتمالات شتى، يجب لكل واقعي ولكل بالفعل بصرف النظر عن الانتماء السياسي أن يستعد لها في القادم من الأيام. نعم إذن أستاذ مؤيد كل الاحتمالات مفتوحة، العملية التي نفذها حزب الله تأتي ردا على اغتيال الشهيد فؤاد شكر أم أن العمليات سوف تستمر؟ يعني أول عمليات حزب الله هي مستمرة، حزب الله واقعا فيما يتعلق بالعمليات النوعية لرد ما قام به الكيان على اغتيال نعم فؤاد. هي كانت هذه العملية هي عملية ثأرية تختلف كبيرا على كثيرا على مستوى المساحة الجغرافية التي استخدمتها، على مستوى الصواريخ، على مستوى التكتيك العملياتي الذي استخدمه حزب الله وفاجأ به العدو الإسرائيلي. بالتالي العمليات النوعية قبل ساعات رأينا أن هناك كان هناك مقر جديد مستحدث للكيان الغاصب، قام حزب الله بقصفه بمجموعة كبيرة من المسيرات الانقضاضية، فبالتالي وتيرة العمليات النوعية اليومية التي يقوم بها حزب الله اللبناني دعم للقضية الفلسطينية ودعم لعملية طوفان الأقصى ولما يحدث في غزة هي مستمرة. لكن تبقى هذه العمليات النوعية التي حدثت يعني يوم أمس ثأرا للشهيد الكبير القائد فؤاد شكر الذي يعتبر من أحد أهم أعمدة حزب الله، فبالتالي كان هذا الرد النوعي من أبناء فؤاد شكر وأبناء حسن نصر الله وأبناء حزب الله. النقطة المهمة الأخرى، يعني أتفق مع الضيف أنه كل الاحتمالات واسعة، أنا أعتقد أنه عملية طوفان الأقصى هي سوف تمهد وما بعدها تمهد للمنازلة الكبرى مع العدو الإسرائيلي. إسرائيل تدرك هذه المنازلة تبدأ بالرد الإيراني المتوقع. أحسنتم، هذا ما كنت أن أصل إليه. طبيعة الصراع وطبيعة التوتر والتصعيد في المنطقة يعتمد على الرد الإيراني، والتصريحات اليوم على أعلى المستويات القيادات العسكرية في الحرس الثوري ووزارة الدفاع يعني تؤكد على أن الرد آتي لا محالة، لكنهم ما زالوا يستخدمون الحرب النفسية أيضا، يعني في طور الإسرائيلي من الانتظار يعني على مستوى
القيادة الإسرائيلية وعلى مستوى الشعب عفوا المستوطنين الإسرائيليين يعني أهلكوا بشكل كبير جدا. عملية الحرب النفسية أثرت عليهم بشكل كبير جدا. اليوم حتى بعد عملية حزب الله الأخيرة عملية الأربعينية ازدادت الفجوة انقسام بين القيادة العسكرية من جهة والقيادة السياسية نتنياهو. القيادة العسكرية تدرك تماما أنه لن يكون هناك تقدم على مستوى الميدان في قطاع غزة، يعني طوفان الأقصى أشهر متعددة ولم يحقق شيء على أرض الواقع. النقطة اليوم لدينا معطيات، كيف ستنتهي هذه المعطيات؟ أنا يعني الكيان ماذا يريد؟ لم يحقق أي شيء، لماذا يستمر بهذه المعركة وإلى أي يعني وقت سيستمر بها؟ الكيان يشعر تماما أنه اليوم أمام يعني صراع وجودي، أمام مرحلة وجودية، يعيش أزمة بقاء. اليوم كل الظروف الاقتصادية، حرب الاستنزاف التي لا يستطيع الكيان الغاصب تحملها. البعض للأسف حتى يقول من بعض الدول العربية والإسلامية والشعوب العربية والإسلامية أنه ماذا حدث بعد عملية طوفان الأقصى؟ إسرائيل تقوم بعمليات الاقتلال وتقتل فلان وفلان وفلان من القادة الشهداء الكبار، لكن عملية الاستنزاف أثرت سياسيا وعسكريا وأمنيا بل حتى اقتصاديا على الكيان الغاصب. لذلك عندما نقول الكيان الغاصب بدأ بالزوال هي ليست مبالغة وليست أحلام، فعلا نتمنى ذلك. لكن اليوم أيضا كان غاصب يدرك أنه العدو الأساسي له هو محور المقاومة، ومحور المقاومة اليوم جاهز على أتم الاستعداد. لذلك عندما حتى ما عندما أكد السيد حسن نصر الله اليوم حتى المقاومة حذر في طرح كل ما لديها لكي لا تحرق أوراقها جميعا قبل بدء المنازلة الكبرى. لذلك أنا أقول أن المنازلة هي آتي لكن تبقى مسألة توقيت. أيضا كيان الغاصب لو تبقى القرار فعلا فقط بيد نتنياهو لكان قام بأعمال متهورة كبيرة جدا، لكن القرار الأمريكي والفيتو الأمريكي على بعض التصرفات نتنياهو هو من يحدد طبيعة الصراع في المنطقة في الأيام المقبلة. شكرا جزيلا الباحث في الشأن السياسي مؤيد العلي، حياك الله ونورتنا في حصاد اليوم عبر سكايب من بيروت. الدكتور نبيل سرور شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به، حياك الله شكرا جزيلا. ختام ملفنا الثاني رح يكون بأبرز ما جاء في منصة اكس حول عملية الأربعين ورد المقاومة الإسلامية في لبنان على الكيان الصهيوني، لنتابع. ننتقل الآن بكم إلى الموجز الخبري. السوداني يوجه بإطلاق الحزمة الأولى لمشاريع الري والمياه المقرر تنفيذها مع تركيا. المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على مقترح وزارة الصناعة على أن يكون التصدير للمنتجات من قبل الشركة المصنعة. النزاهة تعلن صدور 36 أمر قبض واستخدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر تموز الماضي. وزارة النقل تعلن المباشرة بإجراءات تفعيل حافلات نقل المواطنين إلى مطار بغداد الدولي. المجلس الأعلى للشباب يعلن قرب إطلاق التعليمات الخاصة بالقروض لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي.
الحصاد انتهى. شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.